اسطى لا فعلا مش عندي صوت. ايوه يا اسطى، بقول لك معلش، النموذج الاول في الامتحانات التجريبيه، السؤال رقم 6. التجريبية اللي هي بتاع المعاصي يعني؟ التجريبية اللي هي بتاع المعاصي يعني؟ لا، التجريبية اللي هي بتاعت الوزارة اللي كانت نازلة من زمان دي. بتاعت بتاع ايه؟ تبعت لي سكرين شوت بس كده عشان نعرف مين هو مين. طب ماشي، لحظة واحدة. هو السؤال الاختياري ده هو اللي أنا عايزه. رقم 6 يا مصطفى.
السؤال بيقول تكسون ستاند اون بريشر بالانس اون ذا فلور اوف ليفت ذا بالانس ريدنج البديل ان 73 كيلو جرام ويت يبقى اضرب في 9.8 وين ذا ليفت موفينج اب وورد ويز اكسلريشن ايه القانون ما دام طالع لفوق يبقى ال ان ايكوال ام جي بلس ايه الحالة الثانية عند 71 ريدنج 71 كيلو جرام ويت هنضرب في 9.8 لما كان موفينج داون with acceleration A same acceleration يبقى ال N equal mg minus A ال N الأولانية هنعوض عنها في 73.9.8 وال N الثانية هنعوض عنها في 71.9.8 وزي ما قلت النهاردة إذا كان هو طالع لفوق ب 73 فالمفروض إن ال N بتزيد ونازل لتحت 71 المفروض ال n بتقل، إذا الإجابة بتاعتي ما بين الرقمين دول، الإجابة بتاعتي كده لازم تطلع رقم ما بين ال 71 وال 73، ومن الإجابات اللي قدامي هو الرقم الوحيد اللي موجود أساسا كام؟ 72، ده من غير ما أحل كده يعني، اللي فوق 73 واللي تحت 71 يبقى أنا لازم ده يبقى إيه؟ ما بينهم، لكن نحل إزاي؟ آخد الإيكويجن الأولى اللي هي 73 في 9.8 إيكوال ام جي بلس إيه؟ الإيكويجن الثانية 21 في 9.8 تكبر ام جي ماينس اي الام هتتشال مع الام وال 9.8 مع 9.8 تبقى 73 على 71 اكبر جي بلس اي اللي هي 9.8 بلس اي 9.8 ماينس اي حتى لو دخلتها على شيفت سولف وهي بالشكل ده هتطلع لك الاكسلريشن بعد ما نطلع الاكسلريشن هنرجع نعوض في الام اي كوجن من الاثنين اللي انا كاتبهم سواء في الاولى او في الثانيه يبقى انا هطلع الاكسلريشن من شيفت سولف تعوض في الأولى أو في الثانية هتطلع الإجابة اللي هي 72 اللي إحنا أيضاً الإجابة هتطلع 72 هل في سؤالين كمان اللي هو 4 و8 بعد الظهر؟ كام 4 و8 رقم 8 بادي نص 120 بنزد على رفض ليل انكلاين وانجل سيتا الساين بتاعتها 4 على 5 يبقى الكوزاين موجود بخيط محط على بكرة مع السيستم بدأ من الويست البادي 160 ده نزل لتحت السند فروم ويست يعني لوب زيرو السند مسافة 49 الاس 49 in 1 second time 1 second من التلاتة دول أقدر أجيب الأكسلريشن S equal UT plus half AT square ال S اللي هي 49 UT بزيرو half ال A مش موجودة و T ب 1 تبقى ال A equal 98 يبقى أنا معايا الأكسلريشن 98 كده شغالين بالسنتيمتر
بيكسب. هو عايز النيو البادي ده 160 جي هنا دي هنا دي البادي ده 120 جي ثيتا 120 جي ساين ثيتا في ميو ان عكس اتجاه الحركه، الحركه لتحت هنا والفوق هنا، يبقى في ميو ان في الاتجاه ده. هنبتدي نكتب الايكويشن. خلاص احنا عرفنا ان الاي ب 98، هنضيفها للمعلومات اللي عندي ان الاي ايكوال 98 اي. ده خلاص نكتب الايكويشن اوف موشن. اول ايكويشن هتبقى 160 جي ماينس تي ايكوال 160 اي. ثاني ايكويشن هتبقى تي ماينس ميو ان ماينس 120 جي ساين ثيتا ايكوال 120 اي. هعمل اد فتيك تشيك تبقى 160 جي ماينس ميو ان ماينس 120 جي ساين ثيتا ايكوال 180 اي. هبتدي اعوض 160 جي ماينس الميو مش عارفها، الان هنا ايكوال 120 جي ساين ثيتا ماينس 120 جي ساين ثيتا ايكوال 180 في الاي اللي هي تبعها ب 90 اي. اقسم على جي اللي هي 980 980 980 980 يبقى انا هشيل دول كده. ففضل معايا 160 ماينس ميو 120 يبقى 120 ميو في كوساين ثيتا اللي هي 3 على 5 120 في ساين ثيتا اللي هي 4 على 5 الكلام ده ايكوال 28. الايكويشن دي كلها ما فيهاش غير ميو المجهوله، هجيبها بالكالكوليتر او بشيفت سولف او بودي يمين وشمال لحد ما اطلع الاجابه بتاعتي. اسلام كان عندك سؤال؟ في برضه مستر رقم 2 و3 في مسألة 4. مسألة 4 particle move in a straight line from initial velocity equal 3، يعني لما التايم كان بزيرو ال v كانت ب 3. constant point يعني ال s او ال x ب 0. راح نديني ال a equal 6x plus 4 زي ما قلت كده، بكتب s v a. انا معايا ال a بعمل integrate. ال a ليها قانونين، واحد اسمه d v by d t واحد اسمه v d v by d x. انا عشان معايا هنا x هشتغل بالقانون ده. القانون ده لما بعمل انتجريت قلنا بيدينا هاف بي سكوير اكبر، وبعمل انتجريت لل 6 تي فتبقى 3 اكس باور 2 وبعد كده 4 اكس وبعد كده سي. عاوز اجيب قيمه السي، هبتدي اعوض بالشروط اللي مكتوبه فوق عشان اجيب قيمه السي. الشروط اللي مكتوبه فوق الفي ب 3 فتبقى 9 على 2، الاكس ب 0 يبقى السي هتطلع ب 9 على 2، يعني هاف في سكوير ايكوال 3 اكس سكوير بلس 4 اكس بلس 9 على 2. عوضنا مكان السي وهضرب في 2، لما اضرب في 2 هتبقى في سكوير ايكوال 6 اكس سكوير بلس 8 اكس بلس 9. دي الريليشن الاساسيه اللي هو طالبها. طالب بعد كده ان انا اجيب قيمه في، وطالب ان انا اجيب قيمة الاكس. اول مطلوب كان طالب ان في لما الاكس ب 2 هعوض عن الاكس ب 2 تبقى في سكوير ايكوال 2 باور 2 في 6 هتبقى 24، 2 في 8 هتبقى 16 بلس 9، دول هيطلعوا 49. هاخد روت تبقى الفي الفي بقت ايكوال بوست باور نيجاتيف 7. اللي بعد كده مديني
الفي سكوير ب 87، وعايزني اجيب الاكس. هقعد مكان الفي سكوير 87 ايكوال 6 اكس 2 بلس 8 اكس بلس 9. هعدي ال 87 الناحيه الثانيه، هكمل الاجابه فوق. لما اعدي ال 87 للناحيه الثانيه هعدي النيجاتيف، يبقى انا معايا 6 اكس سكوير بلس 8 اكس ماينس، هتبقى 9 ماينس 87 هتطلع ايكوال 78 ايكوال 0. هدخلها على مود 5 3 تطلع لي الاكس، تطلع لي الاجابتين للاكس الاثنين عادي صح يعني. اسلام تقريبا السؤال اللي انت بتسال عليه يعتبر شبه اللي انا لسه حله دلوقتي بالظبط يعني. بيديني اكسلريشن برضه، بيقول لي بادي ستارت موشن فروم كونستانت بوينت، يعني لما التايم بزيرو الاكس كانت بزيرو، وجي قال لي في الاخر ان الانيشال فيلوستي ايكوال 2، وراح مديني الاي ايكوال 2 اكس بلس 5. نفس الفكره اس في اي، انا معايا الاي يبقى هعمل انتجريت الانتجريت بتاع الاي، عشان دي فانكشن في الاكس بتطلع اوف بي سكوير 2 اكس، دي هتبقى اكس باور 2 على 2، وال 5 هتبقى 5 اكس بلس سي. عوض عن الاكس وعن ال في، ال في ب 2 فهتبقى دي هتطلع 4 على 2 ب 2، والاكس ب 0 فالسي هتطلع ب 2، يعني بقت اه في سكوير ايكوال اكس ايكوال اكس سكوير على 2 5 اكس بلس 2. هضرب في 2 الايكويشن كلها تبقى في سكوير ايكوال اكس باور 2 بلس 10 اكس بلس 4، ده قيمة ال في سكوير. والباقي بقى تعويضات برضه، تعويض ان انا معايا ال في بحط بجيب ال اكس، معايا ال اكس بجيب ال في. الأولى عاوز نعوض عن الاكس ب 1، فال في سكوير لما اعوض ب 1 تبقى بلس 10 بلس 4، واطلع الإجابة هي دي. سوري دي مش هتطلع اكس باور 2 على 2، هي دي كانت 2 اكس فهتطلع اكس باور 2 بس، فلما تتضرب في 2 هتطلع 2 اكس باور 2، فدي هتبقى 2 و10 و4 هتطلع 16، يبقى دي هتطلع بص بقول دي جت 4. الجزء الثاني مديني الفيلوستي 4 وعايزني اجيب الاكس، نفس الفكره 4 باور 2 هنا تبقى 16 ايكوال 2 اكس باور 2 بلس 10 اكس بلس 4. هعديها الناحيه الثانيه بالنيجاتيف 2 اكس باور 2 بلس 10 اكس هتبقى ماينس 12 ايكوال 0، واعمل لها فاكتورايز على الكالكوليتر على مود 5 3 هطلع اجابتين للاكس هما دول الحل بتاعي. عند أسئلة يا جماعة الناس اللي معايا؟ كان حد طلب مني إن أنا أعيد، بس مش عارف نجيب صح ولا لأ، فكان طلب مني أعيد مسألة كده و كان مستنى شوية لو ما دخلتش أعيدها زي ما هي كده خلاص شوية كده أشوفها في الفيديو. إسلام عايز مسألة. فورس اكتنج على بادي اوف ماس 1 والفورس ايكوال 5 اكس بلس 6، ما دام الماس كونستانت يبقى اقدر اقول اف ايكوال ام اي، ما دام الماس 1 تبقى الاف هي نفسها الاي، يبقى انا اقدر اشيل كلمه اف دي واحط مكانها اي، اي ايكوال 4 اكس بلس 6. بقى زي المساله اللي فاتت بالظبط، معايا اي وعايز اجيب بي فهعمل انتجريت، دي هتطلع لي اهو بي سكوير، ودي هتطلع لي 5 على 2 اكس باور 2 بلس 6 اكس بلس سي. سي هجيبها من الشروط اللي هو بيقولها في بدايه المساله مش في المطلوب. بدايه المساله بيقول لي ان البادي دوت موفين ستريت لاين من كونستانت بوينت، يعني لما التايم كان بزيرو الاكس كانت بزيرو، كان بيقول لي بيتحرك من الريست يعني الفي بزيرو.
هذا عن الـ V0 والـ X0 هتطلع الـ C0 كده بقت R V سكوير إيكوال 5 على 2 إكس سكوير بلس 6 إكس مفيش هضرب في 2 تبقى V سكوير إيكوال 5 إكس سكوير بلس 12 إكس ده المحلول الأول بلس V سكوير إن تيرمز أوف إكس. المحلول التاني هو عايز نعوض مكان الـ X بـ 4 عشان أجيب الـ V نعوض مكان الـ X بـ 4 تبقى v سكوير ايكوال 5 في 16 هتطلع تقريبا ب 80 و4 في 12 هتطلع 48 فهتطلع 128 واخد لها سكوير روت وسط النيجاتيف روت 128 واجيبها من على الكالكوليتر. اللي بعد كده طالب الديسبيسمنت لما ال v ايكوال 9 عوض عن ال v ب 9 فتبقى هنا 81 ايكوال 5 اكس سكوير بلس 12 اكس هعديها الناحية الثانية بالنيجاتيف 5x سكوير بلس 12x نيجاتيف 81 ايكوال 0 واعمل لها فاكتورايز بالكالكوليتر واطلع الاجابه دي. يوسف هي دي المسألة اللي بنقول عليها ماشي هي دي برضه اللي كانت عايزاها المسألة ولها طريقتين للحل يا رب يكون صح يا رب صح عشان تسمعنا عموما أنا هقولها وهي كده ما كنتش هتشوف المسألة بتقول المسألة دي متكررة في الترم الرسمي يعتبر في زيها في المنهج كار ات ريست يعني اليوب زيرو ماس 110 الماس ايكوال 1000 فورس بتأثر عليها بفورس 200 بس كيلو جرام ويت يعني هضرب في 9.8 بتأثر عليها لمدة تايم 5 سكند وبعد كده شلنا الفورس دي بعد الجزء ده الاف تعتبر بقت بزيرو الفي فاينل هنا بتتحول هنا تبقى يو يعني الفي فاينل هنا لو اسمها اكس تتحول هنا يو تبقى اسمها اكس الفورس دي فضلت متشاله لمده 15 ثانيه لحد ما البادي وصل للزيرو المساله بتقول كده. في السؤال اللي بعته يوسف هو عايزني استخدم قانون الامبلس وممكن احلها من غير قانون الامبلس ما هو انا حاولت اعمل لها بلس بس ما نفعتش قانون الامبلس اساسا بيقول الاي ايكوال اف اف تي ام في داش ماينس دي المقصود بالاف في قانون الامبلس كل الفورسز اللي بتاثر على البدن بمعنى لو انا بكتب قانون نيوتن مثلا اف ماينس ار ايكوال ام اي يبقى المقصود مكان الاف دي هيتحط الجزء ده اللي هو اف ماينس ار ولو بكتب قانون نيوتن نيجاتيف ار ايكوال ام اي يبقى مكان الاف دي هتحط نيجاتيف ار اذا على حسب الفورس اللي في المساله ففي الحاله الاولى اللي بيأثر على البادي اف وار يعني المفروض قانون نيوتن يكون اف ماينس ار ايكوال ام اي فلما اجي اطبق قانون الامبلس هكتب اف ماينس ار في تي اللي هي تعتبر مكان الاف في تي ايكوال ام في فاينل ماينس في انيشال الاف موجوده معايا اللي هي 200 في 9.8 الار مش موجوده التايم موجود بخمسه الام موجوده ب 1000 الفي فاينل انا مسميها اكس واليو بزيرو فهتتشال دي العلاقة الأولانية في الحالة الثانية مفيش اف الاف اتشالت فلما الاف اتشالت بقى القانون نيجاتيف ار ايكوال ام اي يبقى لما اجي اطبق قانون الامبلس هتبقى نيجاتيف ار في تي ايكوال ام في فاينل ماينس في انيشال
نيجاتيف ار مش معروفه، لكن التيب 15 فهتبقى نيجاتيف 15 ايكوال الماس اللي هو ب 1000، الفي فاينل هنا بزيرو والفي انيشال باكس، يعني بقت نيجاتيف 15 ار ايكوال نيجاتيف 1000 اكس. النيجاتيف هتتشال مع النيجاتيف وتبقى 15 ار ايكوال 1000 اكس. هبتدي اعوض، ادي ال 1000 اكس هشيلها واحط هنا مكانها 15 ار، فهتبقى 5 في 200 في 9.8 ماينس ار ايكوال 15 ار. بقى معايا ريليشن موجود فيها ار بس، هخليها تحت هنا، ممكن ادخلها على الكالكوليتر على شيفت فولد هتطلع لي الار بكام. وطبعا هي مش صعبه الحل بتاعها، يعني هقسم على 5 في الناحيتين تبقى 200 في 9.8 ماينس ار ايكوال 3 ار، هودي الار الناحيه الثانيه تبقى 200 في 9.8 ايكوال 4 ار، يبقى الار هتطلع ايكوال 50 في 9.8 نيوتن، يعني 50 كيلو جرام نيوتن. طب انا عايز كمان اجيب الفيلوستي اللي هي الاكس، هعوض في اي علاقه من الاثنين ولكن دي 15 ار، يعني بقت 15 في 50 9.8 ايكوال 1000 اكس، يبقى هقسم على 1000 واشيلها من هنا تبقى هي دي قيمه الاكس بتاعتي. هذه طريقه للحل اللي هو عشان عايز نحل قانون الامبلس حلتها بالشكل ده. في طريقه حل ثانيه ان انا احلها من غير قانون الامبلس، ان انا احلها مسائل عاديه كده ما استخدمش القانون ده. اكتب الجيفنز تاني، اليوب زيرو، التايم ب 5، الفي فاينل مش عارفها، الاف ماينس الار كانت ايكوال ام اي في الحاله الاولانيه، والاف هو كان مديها لي ب 200 في 9.8، الار مش عارفها، الماس كانت 1000، والاي هنا في الحاله الاولانيه اسميها اي 1، الفي فاينل هنا هجيبها من قانون يو بلس اي في التي اللي هي اي 1 في التي، اليو ب 0 فالفي بقت 5 اي 1. لما اخش على الحالة الثانية الفي دي بتبقى هي اليو، والحالة الثانية كان فيها 5 التايم ب 15 وكان فيها الفي فاينل ب 0، فهطبق قانون في ايكوال يو بلس الاي في التي، الاي هنا اللي هي الاي الثانية، الفي فاينل ب 0 واليو 5 اي ودي 15 اي، اقسم على 5 تبقى اي 1 بلس 3 اي 2 ايكوال 0، يبقى ال A2 هتطلع نيجاتيف 1 على 3 A1. القانون في الحاله دي عشان ال F اتشالت خلاص ما عادتش موجوده، نيجاتيف R ايكوال M A، هنا ال A اللي هي ال A2 هعوض معانها بالرقم ده، يبقى نيجاتيف R ايكوال نيجاتيف 1 اوفر 3 الماس ب 1000 في ال A1، شيل النيجاتيف مع النيجاتيف يبقى بقى ال R ايكوال 1000 على 3A1. هناخدها ونعوض في الحتة اللي فوق، هتبقى 200 في 9.8 ماينس 1000 على 3A1 ايكوال 1000 A1. هعديهم من الناحية التانية عشان تبقى بلس، تبقى دي 200 في 9.8 ايكوال هتطلع 4000 على 3 A1. كده اقدر اجيب A1 لما اقسم الرقم ده على الرقم ده. لما اطلع A1 واعوض هنا يبقى عرفت ال R، لما اطلع A1 واعوض هنا هبقى عرفت ال V، والحلين يعتبروا صح بطريقتين مختلفتين. بعت لك مسألة يا مستر. المسألة بتقول F1 equal 2 3 2 equal negative 5 1 أكتب على الرادي 2 second عايز الإمبلس، الإمبلس equal ال F 15 فأجمع ال F 2 negative 5 negative 3 و 3 1 4، أخذ النورم بتاعها، نورم ال F اللي هي تبقى negative 3 باور 2
فوق باور 2، نيجاتيف 3 باور 2 هتبقى 9، فوق باور 2 ب 16، دي في الاخر هتطلع 5. 5 وتايم ب 2 تطلع الاجابه اكواد. كان بيقول مسألة هتيجي عليها سؤال ولا كذا سؤال، ممكن كده وممكن كده، يعني سؤال ممكن في المسألة اللي أنت بعتها لي دي ممكن تيجي سؤال واحد بس وممكن يجي أكتر من سؤال على حسب كده مسألة. العافية يا حبيبي يوسف. عنده أسئلة يا جماعة؟ استنى الميتنج هيقفل بعد شوية، فحد عايز حاجة يرد يخش تاني، بس كنت أنا متضايق. حد عنده سؤال؟ طيب أختار أنا بقى بعض المسائل كده ممكن نحلها. مستر كان في ده في المدرسة تاني، ده من ده المدرسة ولا لا؟ عايز ايه تاني؟ مش سامع كلام. ثواني هنا، ثانية هلبس بس السماعة كده. الصوت حلو. الصوت حلو كده بس ولا ايه؟ ماشي ماشي، هو النت بس بيقطع. كان في سؤال في كتاب المدرسة في النماذج اللي هي في الآخر دي، اللي هو كان سبرينج سكيل اوف ماس 15 جرام اند كونكت باي بادي اوف ماس 250، السبرينج سكيل دي 15 ولا 150؟ أصل أنا حللها في الكراسة 150، فانا تقريبا احنا عدلناها اهو. في تيست كام بس؟ في التستات اللي في الآخر؟ بلجيم 287 كتاب المدرسة. 287. اه ماشي. السؤال رقم ماشي. السؤال رقم 4 الأول. بعد الأول، هي مكتوبة هنا قدامي 15 في كتاب المدرسة، بس أعتقد المعسكر معدلها على 105، يعني أعتقد. ايوه، ما هو مكتوبة 15 بس انا لقيتنا حل في الكراسة 150. طيب يبقى انا اعتقد ان احنا عدلناها 150 عشان تطلع زي ما المعسكر معدلها يعني، فمش هتفرق، اهم حاجه طريقه تمام الحل يعني. اذا كنت انت عارف تمام طريقه الحل مش هتفرق هو معاك السؤال اللي اصلا. قبله يا مستر ملغي. السؤال الاول اللي تمام قبله اللي هو 3 اللي 2 قبله من اتفضل. 32. 3 2 ما ملغي لان ورك. ملغي خلاص. تمام. لو يا سامر مستر لسه مخلص المذكرة اللي هي بتشرح قاعد فيها من امبارح. مذكرة الشرح اه قال لي احلل الامتحانين بتاع 2020 وانا ونروح المذكرة التانية. طلع سؤال اسلام، بعد سؤال بيقول اف 1 ايكوال اي 1 وما فيش كيف هتبقى 0، اف 2 ايكوال 1 وبي
و3 اف 3 1 و2 ونيجاتيف اي، ومديني displacement تي تي اس ايكوال تي وهاف تي سكوير بلس تي و5. الاس لو عملت لها derivative هجيب ال في، وهتطلع هنا 1 وهتطلع هنا تي بلس 1 وهتطلع هنا 0. لو عملت لها derivative كمان هجيب ال a، هتطلع هنا 0 وهنا 0 وهنا 1 سوري وهنا 0. يبقى كده بقى معايا acceleration. طب هل اقدر اقول اف ايكوال ام ايه حسب الماس اللي موجوده؟ الماس اللي كان موجوده كان بيقول لي يونت ماس يعني بون، يبقى نقدر نقول اف ايكوال ام ايه، وعشان الماس بون فتبقى الاف ايكوال الاي. يبقى انا هساوي الاف اللي انا هجيبها من الثلاثه دول مع الاي اللي انا جبتها. الاف اللي هجيبها هجمع الاكس مع بعض، اي و1 و1 تبقى اي بلس 2، و1 وبي و2 هتبقى بي بلس 3، و3 ونيجاتيف اي هتبقى 3 نيجاتيف اي. هساويهم بقى بالثلاث ارقام دول، يعني هتبقى اي بلس 2 ايكوال 0 فالاي هتطلع بالنيجاتيف 2، وبي بلس 3 ايكوال 1 فالبي هتطلع بالنيجاتيف 2، و3 ماينس اي هتطلع ب 0 فالاي هتطلع ب 3. هو طالب مجموع الثلاثة، أو طالب يقول لي هات الثلاثة كل واحد بكام؟ فدول الثلاثة كل واحد منهم واحدة بنيجاتيف 2 واحدة بنيجاتيف 2 واحدة ب 3. لقيتها يا أحمد؟ سر، هي الإجابات اللي حضرتك بعتها لي نفس الترتيب بتاع المذكرة، نفس ترتيب الأسئلة؟ لا أكيد لا. التالت لقيته بيجاوب ورطان شوف بس، هو أنت وصلت للمسألة منهم أنت هتلاقي ما كان فيش الترتيب بعد كده هتلاقيه تقريبا زي بعض يعني. يعني حاول بس تقارن مسألة فيها ستيب عشان تعرف إن هي ولا لا. بعدها تقريبا هتلاقي ترتيب الإجابات متشابه. طيب نشوف كده مستر المسألة اللي بعتها لك. بي سي بي سي تمام. هوريزونتال فورس اف اكتب على بعض الناس تو وشوف على هوريزونتال بي بي سي اف هنا والبار هنا والام جي والام. بيقول لي ان الار ايكوال 1 على 25 اوف اكس ويت، يعني الار ايكوال 1 على 25 ام جي. عايز يجيب الاف لما يتحرك البادي ديستانس 245 سنتيمتر في تايم 5 ثواني، وطبعا بادئ من اليوب 0. احولهم للمتر عشان بشتغل بالمتر، تبقى دي 2.45 في ايكوال يو بلس الاي في التي، وفي سكوير ايكوال يو سكوير بلس 2 اس. لا مش هينفع، هستخدم سنين كويس اللي هي الاس ايكوال اس ايكوال يو تي بلس هاف اي تي سكوير. اليو بزيرو الاس 2.45 هتبقى ايكوال هاف في الاي اللي انا مش عارفها ب 25. كده نقدر نجيب الاي. هعمل الرقم اللي عندي ده divided، هعمل 2.45 divided half و divided 25، هتطلع ال acceleration تقريبا equal
0.196. F minus R equal MA. الـ F اللي أنا عايز أجيبها الـ R1 على 25 mg. الماس في الـ acceleration. كده معايا الـ M بـ 2. الـ G 9.8 equal الماس بـ 2.